طيب، السلام عليكم. سنة طيبين. أجازة كانت سعيدة عليكم. أنا بتكلم، محدش يقاطعني. دي أول حاجة نتفق عليها. أجازة الحمد لله كانت جميلة عليكم، الحمد لله. خدنا جونيور 3، الحمد لله كان المنهج غلس. طيب جونيور 4، لا الحمد لله شالوا حاجات كانت الناس بتقول عليها تقيلة صعبة، شالوها الحمد لله. احنا هنقول منها حاجات بسيطة كده، انما مش هتبقى مذاكرتنا الجامدة فيها. خلاص احنا هنذاكر الحاجات اللي علينا، هي بس اللي هنذاكرها. تمام، شايف الناس القديمة، وحشتوني طبعا وكنت عايز اشوفكم، الحمد لله شفناكم. الناس الجديدة برحب بيها. إن شاء الله سنة هتبقى جميلة. دايما هتلاقي مستر محمد معاك زي بابا بالظبط. يعني إيه زي بابا؟ زي بيهزر معاك، هتلاقيه عايز مصلحتك، خايف عليك، بيعمل أي حاجة ممكنة، أي حاجة ممكنة علشان أنت تبقى كويس. تمام، ولكن في حاجات بقى بتزعل بابا. تمام؟ كانت بتزعل بابا ان انا الاقي ابني او بنتي مهمل او مهمله. الاقي ابني او بنتي انا معاده اقول له تيجي الساعه كذا، الاقيه هو جاي ايه؟ متاخر. الاقي عليه هوم وورك، الاقيه حله بسرعه. الاقيه مش مهتم بيه، مش مهتم بالهوم وورك. تمام؟ مش مهتم بالحفظ، مكبر دماغه. لا، اللي بيكبر دماغه ده ما ينفعش معانا. ده ايه؟ ما ينفعش معانا. هنقول له مره وهنقول له ايه؟ اتنين، وهنحاول نشوف عقاب كده الاول. ما لقيناش بقى كل الكلام ده ماشي، لا خلاص هو يمشي بقى. صح ولا ايه؟ ما احنا عملنا بقى كل اللي علينا اهو. فاحنا انا عملت كل اللي عليا، طب انت المفروض بقى تعمل اللي عليك. طب ايه الحاجات اللي عليك اللي انا قلتها؟ بص، بسيطه جدا. ميعادك، الهوم ورك بتاعك، تسميعك، تحضيرك لاي امتحان. وانت قاعد في الحصه حاجه مش فاهمها اسالني، وانت في البيت بالليل كده الساعه بعد الساعه 8 ونص مثلا حاجه مش فاهمها في الهوم ورك، ابعت لي على الواتس وانا هرد عليك. انما تسيب الهوم ورك لتاني يوم والتالت يوم وتيجي قبل الحصه الصبح تيجي جاي عايز تحله، طب انت فين؟ لا، ما انت خلاص ناسي. ناسي احنا قلنا ايه واحنا في الحصه، سايبين كل اللي في ايدينا، مركزين على مع المستر بس، مركزين على البورد بس. غير كده الحياه جميله جدا. عملنا كل الكلام ده، هتفضل معايا طول السنه حبيب قلبي وجميل وبموت فيك وسكر. هتلاقي جوائز وهتلاقي حاجات حلوه. غير كده لا، يبقى احنا هنزعل من بعض. احنا ايه؟ هنزعل من بعض، وانا ما بحبش ازعل حد. ماشي؟ فانت برضو ما تزعلنيش. شوف حاجة يا آدم ماشي؟ بقى، ركز مع المستر يا آدم. طيب نبتدي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا يونت 1، احنا على طول داخلين في المنهج يا جماعه ان شاء الله. فالناس عايزها تركز كده من اول يوم، محدش يقول لي. بلد هالبيت أسماء الشخصين عندي، شوف بيحطهم فين لو الرجالة. سمحتوا يا جماعة، آدم آدم لو سمحتوا المايك، ولو سمحتوا نسيبه يركز. حاجة تانية أهم حاجة برضو، الميعاد. الميعاد احنا ميعادنا هنا الساعة كام يا شباب؟ 5:30. 5:30 بتسمع. قعدت خلصت سمعت سلمت الورقة، حضرتك قاعد في مكانك لغاية ما المستر يقول لك ادخل. الساعة جت 6، ممنوع حد يدخل بعدي. تمام؟ ممنوع حد يدخل بعدي. يبقى احنا ميعادنا الساعة كام؟ 6 جوه الحصة. انت جاي متأخر ما لحقتش تسمع، يبقى دي مشكلتك. الورق بيتسحب 6 الا 5. تمام؟ عشان تستعد تدخل جوه عندي. ماشي؟ فالناس تيجي في ميعاد التسمية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، يونت. نعم؟ لا خلاص، أنا سمعت اللي أنا بقوله، أنا عايز ده بس اللي يتنفذ، مش عايز حاجات تانية بقى. ها؟
الملزمه والله يعني اقول لك ايه، المطبعه هتجيبها الاسبوع ده، في ناس خدت، احنا عملنا الحجز متفقين مع الناس ان اللي دفع الاول حجزناه كتبنا اسمه تمام. Lunch is ready. Food and drink, listen and read. Lunch is ready. I made some special food for us. Mom, it looks delicious. Which food comes from our country, do you think? I think we grow rice in Egypt. Yes, that's right. What else? I think we raise chickens in Egypt. Yes, and tomatoes and onions. Egyptian farmers produce many things you see on this table. Let's eat. Let's eat. Yum. Again, lunch is ready. I made some special food for us. Mom, it looks delicious. Which food comes from our country, do you think? I think we grow rice in Egypt. Yes, that's right. What else? I think we raise chicken in Egypt. Yes, and we sorry. Yes, and tomatoes and onions. Egyptian farmers produce many things you see on this table. Let's eat. طيب I need someone to read. محتاج حد يقرا. Let's invite حمزة. حمزة لا online. Yes حمزة. Okay start reading حمزة. Lunch is ready. I made some special food for us. Mom, it looks delicious. Delicious. Repeat after me. Delicious. 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 Yes. Which food comes from our country? Do you think? I think we grow rice in Egypt. Yes, that's right. What is else? Else. Read after me. What else? Else. What else? Else. What else? What else? Yum. I think we raise chickens in Egypt. Yes. And tomatoes. Tomatoes. And onions. 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 مش onions. 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 Yes. Onions. Egyptian farmers. 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 Bodies. Many. Produce. Reduce many things you see on the this table. Yeah. Thank you, thank you. خلينا كده نبتدي. What is this? Lunch. Lunch. طيب. أحمد حمزة ركز معايا. نعم. Look at the screen. باجي أقول لك يا حمزة. We have breakfast, break fast. What the meaning of breakfast? يعني ايه breakfast؟ ها؟ فطار. ما اجي اقول لك lunch. غداء. ما اجي اقول لك dinner. العشاء. طب بابا ماما انا جعان. Here you a snack. Snack يعني ايه؟ تصبيره، وجبه خفيفه كده. سندوتش جبنه كده قبل ما نقعد نتعشى مثلا، خياره، جزرايه، حاجه شيبسي، يبقى وات از ذس؟ اتس ا سناك، اتس ا سناك. طيب حلو، ماما بتجهز الغداء. ماما بتجهز ايه؟ الغداء. الغداء ده قبل العشاء ولا بعد العشاء؟
بعد الفطار صح كده؟ قبل. فطرنا، نستنى بقى ليه الغدا. طب حلو، ماما عامله الاكل، بقول لها يا ماما لو سمحت would you give me some food، ممكن تدي لي بعض الايه الطعام. ماما قالت لي يا حبيبي dad is not home yet، بابا لسه ايه ما جاش، عايزين نقعد ناكل معاه مثلا. طيب يا حبيبي here is a no brunch، here is a brunch، brunch repeat after me، brunch brunch brunch. برانش. احنا خدنا من لانش انش، ومن بريكفاست خدنا بر، يبقى برانش بقت ايه؟ برانش برانش. يبقى برانش ديت اللي هي ايه بقى؟ الاكل اللي ماما عاملاه وحط لك منه شويه في طبق، تبقى ديت ايه؟ برانش، تبقى ديت برانش، يعني شويه رز على شوربه كده ولسه هتقعد تاكل تاني. يبقى this is a this is a this is a برانش، this is a برانش. تمام. طيب هو انا عايز اقول اكل، اكل ليها كام حاجه؟ اثنين، يا اما eat يا اما have، يا اما eat يا اما have، يا اما eat يا اما have. فاقول لك كده have breakfast، have breakfast، have breakfast، have lunch، have dinner، have a snack، have a brunch. يبقى have بمعنى ايه هنا؟ have هنا بمعنى ايه؟ يتناول. بمعنى ايه يتناول؟ يعني ايه يتناول؟ يقعد على السفرة، يتناول يعني يقعد على السفرة ويبدأ ياكل. امال لما احط الاكل في بقي يبقى ده ايه؟ eat. ايوه ايوه اسأل. ايه اه I want to have my lunch، بس كده. I want اريد، هو بيقول لي انا عاوز اقول لماما انا عاوز اتغدى، اقولها كده I want to have lunch. ممكن اقولها بطريقة الطف. بطريقة ايه الطف؟ ازاي بطريقة الطف؟ اجي جاي قايل لماما كده Is lunch ready? Mom, is lunch ايه؟ Ready mom؟ هو انا لما اقول لماما هو الغداء جاهز، ايوه جاهز عشان هرميه؟ جاهز عشان هحطه في الثلاجة؟ ولا جاهز عشان اكله؟ يبقى انا كده بطلب بطريقة يعني ايه لذيذة كده ان انا اتغدى. تمام؟ ابقى خفيف خفيف كده. يبقى هقولها ازاي لماما لو عاوز اتغدى؟ لو هقولها على شكل سؤال هقول Is lunch ready? Is lunch ready mom? Is lunch ready mom? كله يسكت، انت اللي تقولي. هنقولها ازاي؟ عارفين الصوت الواطي ده؟ ما بسمعوش ولا انتوا، صح؟ علي صوتك كده. سامع؟ انا عايز اخر واحد سامع. لما تسمع قولي. لا برضه، يا اما بقى هنجيبه غدا وجايين قاعدين ونتغدى علشان كده عضلات زورنا تقوى كده وتبقى كبيره وجميله ونعرف صوتنا يوصل بعيد، ده احنا في البيت صوتنا قد كده. تمام، فكك من الحركات دي، صح ولا ايه؟ مين اللي بيجري ورا بعض بالشبشب؟ ها علي صوتك. ها حلو جميل كده. يبقى is lunch ready mom، is lunch ready mom، او I want to have lunch please. ممكن نحط كلمة إيه طبعًا؟ please. يعني إيه please؟ أرجوك أرجوك، جعان جعان. يعني إيه؟ hungry عطشان، يعني thirsty. طب شبعان full. مش تقول لماما أنا فل الفل؟ أنا فل الفل دي يعني أنا إيه؟ شبعان. أقول لماما يبقى وأنا جعان I'm hungry mom. I am hungry mom. I want to have lunch mom. Is lunch ready mom? ده كده انا عاوز ايه؟ اكل، معناها ماما تفهم. طيب انما بقى لما ابقى شبعان اقولها ازاي؟ I am full. I am
fuller. آسر I am fuller. I am fuller. جميل كده؟ طيب نروح للي بعدها. lunch is ready. يعني ايه lunch is ready؟ الغداء جاهز. طب تمام. بص يا حبيبي، يعني انا بعمل حاجة على السكرين خلاص، فانت تتكلم دي مش هتنفع. تمام، احنا مش يعني مش بنجري ورا بعض، اللي هو انا بص فانت تتكلم. مركزين هنا، عايزين نفهم درسنا. انا عايزك تروح البيت ما تذاكرش. تخيل انا عايزك توصل لايه. انا عايز اقول لك كل اللي انا عايز افهمه لك هنا، تروح البيت انت مش محتاج غير الا تعمل الهوم ورك بتاعك. اتفقنا؟ انت كده كده قاعد الساعه، فقاعد وانت فاهم ولا قاعد وانت مش فاهم، انت اللي تحدد خلاص. بس لو لقيتك مش عارف مصلحتك انت حر. مام هنا بيقول لي I made some special. سمحت يا مستر، يس آدم، هو ينفع نحط I won't eat to I want to eat lunch؟ I was eat lunch. لا طبعا ما ينفعش اقول كده. هنقول احنا بقى نعبر، احنا دلوقتي انا جعان، انا في الوقت الحاضر جعان. قلنا يا اما نقول I am hungry mom. I am hungry mom. انا جعان. Is lunch ready mom? Is lunch ready mom? I want to have lunch mom. I want to have lunch mom. تمام كده؟ عطشان هتقول لماما ايه؟ I'm thirsty. I am thirsty. انا عطشان. فهمنا نقوله ايه؟ طيب I made some special food. I انا made مش يصنع، صنع. امال يصنع يعني ايه؟ make. الفيرب make بمعنى يصنع. الفيرب make بمعنى الباست منه صنع ميد. الباست منه صنع ميد. يبقى انا عندي ميك الباست منه ميد. انا عندي الفيرب، ها انا عندي الفيرب ميك الباست منه ميد. ميك الباست منه ميك الباست منه. طب فاكرين جو؟ الباست منه وينت. الباست منه ايه؟ وانت. ايه ده؟ يبقى انا بص كده، بص بقى انا هقول جملتين. خلي بالك انا عايزك تعرف تكتب، انا عايزك تعرف تكتب، مش تيجي كده انت عارف الكلمات بس انا مش عارف اكتب. انت عارف كلمات وفاهم بس مش عارف تكتب خلاص. زي اللي عارف ان ده جزر وعارف ان ده مش عارف بطاطس وعارف ان ده كذا وكذا، بس ما تعرفش تطبخ الحاجة دي. بس هي عارفة الحاجة دي بس ما تعرفش تطبخها. لا انت بقى عارف الكلمات وعارف الضمير ايه وعارف، بس ما بتعرفش ايه تكونها مع بعض. فانا عايز اقول مثلا انا رحت المطعم، انا رحت. كل واحد بيتحط عليه ثلاثة من دي ما بيكملش الحصة. انت كده خدت واحدة. هو عارف خلاص، هو عارف. يبقى I ها ذهبت، مش هقول جو بقى، انا كلامي في الايه؟ ماضي. went. I went. I went. طيب went ذهبت الى، يبقى I went to. I went. I went. I went. طب انا عارف مطعم يعني ايه؟ I went to a restaurant. I went to a restaurant. I went to a restaurant. انا ذهبت مطعم. طيب اكلت غدايا. I had my lunch. I had my lunch.
I had my lunch. حلو، تاني. ذهبت المطعم. I went to a restaurant. كلت غدايا. I had my lunch. طيب هقول غدايا كان لذيذ. استنى بقى، انا عارف غدا، غدا يعني لانش. طيب غدايا انا بقى ماي لانش. حلو، عارف لذيذ، لذيذ يعني ايه؟ دلاشت. ألا طب اجيبهم ازاي دول مع بعض؟ ماي لانش دلاشت. غلط غلط برضو، ادلاشس ما ينفعش، ما فيش صفة يجي معاها آه، ما فيش صفة يجي معاها آه. ديليشس ديت يعني لذيذ، يعني ايه لذيذ؟ ماي لانش واز ديليشس. مش انا بقول ماي لانش از دلوقتي؟ طيب في الباست يبقى ايه؟ واز ديليشس. يبقى واز ايه؟ ديليشس. يبقى انا كده عرفت النهارده اقول حاجتين، الغدا لذيذ دلوقتي والغدا كان لذيذ قبل كده. الغدا لذيذ دلوقتي، my lunch is delicious، أو the food is، the food is delicious، the food is delicious، the food is delicious. طيب كان لذيذا، كان لذيذا، the food was delicious، the food was delicious، the food was delicious. حلو، يبقى هوصف حاجة دلوقتي هقولها is، هوصف حاجة في الماضي هقولها was، هوصف حاجة دلوقتي هقولها is، هوصف حاجة في الماضي هقولها was. حلو كده؟ يعني لو أنا عايز أقول لك إن مثلا أحمد سريع أقولها إزاي؟ أنا عارف أحمد وعارف سريع، fast، يعني أعمل بقى الجملة، أحمد ها is fast. طب احمد كان، انا كده عملت الجمل، انا كده بقيت اعرف اوصف، انا كده بقيت اعرف ايه؟ اوصف، بقيت اعرف اوصف. صعب الكلام ده؟ ماشي. فبتقول ايه؟ lunch is ready. I made some special food. I made، عملت. بص بقى، ركز بقى، سيب يا حبيبي البنسل كيس، عايز منها ايه دلوقتي؟ ركز معايا وتسيب كل اللي في ايدك. انت عايز تقول انا عارف كلمة طعام، يعني ايه طعام؟ فود، صح كده؟ طعام يعني ايه؟ طب وشراب يعني ايه؟ درينك. جميل. طب بعض يعني ايه بعض؟ سم. يبقى انا عايز اقول بعض الطعام، سم فود، سم فود، سم سم سم. انا عايز بس اقطع كلامي كده في حاجه، لو انت حبيبي داخل محل ومعاك 100,000 جنيه مثلا، ومعاك 100,000 جنيه، شوف انت معاك فلوس قد ايه، خلاص، ورحت جاي عند الراجل اللي واقف في المحل، وقفت ساكت، وقفت ساكت، تعرف تشتري حاجة؟ تعرف؟ يبقى الفلوس ساعتها ليها لازمة؟ أنا مش ملهاش. أنا مش الفلوس ليها لازمة ساعتها؟ واحد هيقول لي طب ما طبعا أنا مش ممكن أشاور. أيوة يا حبيبي، طب ممكن أكتب في ورقة ما هو هتكتب جملة برضو يا حبيبي. ماشي ما انا هكتب جملة واوديها لصاحب المحل وهو يجيب لي انت معايا هتفضل بقى ماشي بكراسة في جيبك يا عمر؟ وانت اخرس اصلا يا عمر؟ تمام؟ فعلا يبقى انا عايز اتعلم اتكلم، اتعلم اتكلم. فانا ازاي المستر بيقول كلمة تمام وانا قاعد مكسوف ما بقولش وراه؟ طب انا هتعلم ازاي؟ ايه الطريقه التانيه اللي انت ممكن تتعلم بيها درس النهارده؟
طالما انت جيت لي الدرس في طريقه تانية، يبقى الصح وانت قاعد تعمل ايه؟ تركز واللي بقوله تردده ايه؟ ورايا بصوت واطي. ليه؟ سمعته مره قلته مره، ممكن اروح اكتبه كمان، الكلام ده ثبت معايا. انما قعدت مكسوف انا خلاص، زي معلش زي الديسك. ديسك ما تفاعلش معايا. طب وانت؟ انت ديسك. يبقى لازم تحرك بقك وتتكلم، ده الحاجه اللي هتعلمك. لو ما علمتكش النهارده هتعلمك بكره، بعده، قدام شويه، انما هتفضل ساكت فهتفضل زي ما انت. خلاص؟ اي مي. يبقى انا عايز اقول اهو، فود يعني طعام، بعض الطعام بقى some food. حلو. طب special يعني ايه؟ مميز. special يعني ايه؟ repeat after me. special special. ما حدش يقول شيل special. special غلط. special special. سبيشال سبيشال some food. ماشي. some food please mom. ماشي. او مام تنده على ماما الاول، some food عشان ما تتخضش فتنده على ماما الاول. some food please mom. لا، يبقى انده على ماما الاول، اقول لها ايه؟ mom I need some food please، او some food ايه please. ماشي. I made some special food. طب انا عملت اكل، وقفت لغايه هنا، انا عارف الاكل لمين؟ ما عرفتش. يبقى فور اس ديت. طب حال لا مش ليه، لنا كلنا، احنا لينا كلنا. طب لو ليا لوحدي، فور مي ليا لوحدي، يبقى ايه يا سيف يا راضي؟ فور مي. طب عامل لك اكل ليك انت، فور يو. فور ايه؟ فور يو. طب عامل اكل البنوته، لا مش فور جير، فور هير. فور ايه؟ فور هير. طب عامل الاكل الولد، فور هيم. طب عامل اكل المجموعه، انا مش هاكل معاهم، ذم. فور ايه؟ ذم. يبقى تاني كده، لو ليا فور مي، لو ليها فور هير، لو له for him، لو ليهم for them، لو لينا for us، لو ليك for you. تاني تاني، لو ليا، لو له for him، لو ليها، لو ليك. تاني تاني، لو ليا فور مي، فور مي ليا انا. يا جماعه لو لقيت الصوت اتقطع طول كده في الناس الاونلاين، لو لقيت المايك عرفني عشان اغير المايك، المايك ده بالشحن، فيخلص الشحن انا مش هعرف. ماشي. انا هشوفها، انا هشوفها. انت انا مش قلت لهم استاذنتهم؟ تاني، لو ليا for me، لو له for him، لو ليها for her، لو ليهم for them، for them، لو ليهم for them. لا هم هم، لا في هير وهز للملكية، احنا هنا للمفعول. عايز اقول كتابه هقول his book، تمام؟ انما له هو، هو هم. خلاص. ثانية واحدة، أختك هي اللي تجيب لي إيه؟ for me يعني bring the food for me. bring هي عايزة تقول لي، لو أنا بقول لأختي عايز أقول لأختي هاتي لي الأكل، bring. bring يعني هات. the food الطعام for me، تمام؟
او تو مي لغايه عندي يعني، تمام؟ حاجه من الاثنين، يا فور مي عشان خاطري، يا اما تو مي لحد عندي. تاني، لو ليا، لو ليها فور هام، لو له فور هام، لو ليهم فور ذم، لو ليك فور يو، لو لينا اس. اخر مره عشان يبقى حفظناها، هنقوله ليك، ليها، لينا على طول بقى. ليا فور مي، له، له ليها، ليهم، لينا، ليك فور يو. تمام؟ حد في الاونلاين مش فاهم؟ نعم تمام يا ياسين، تمام يا فهد. نعم احنا كده فهد بنقول بسرعة ولا على مهلنا؟ تمام يا مس. تمام. في حاجة مش فاهمها؟ عبد الرحمن، عمر حسام، عمر أمير، كله تمام؟ ماشي. مام ات لوكس، بص لما قال مام الأول بينده عليها، يعني بيوجه لها الكلام. مام، أيوة يا ابني، it looks delicious. it looks delicious. تعال بقى علشان ده جزء لازم نفهمه، ركز معايا، ركز معايا عشان تعرف الحكاية. بص يا حبيبي، ربنا خلقنا لينا حواس، لينا ايه؟ خلقنا نشوف، خلقنا نسمع، خلقنا نشم، ماشي، خلقنا نستطعم، وخلقنا نشعر. خلاص، دي الحواس الايه؟ الخمس، صح كده؟ في حاجات انت ما تعرفش تدي رأيك فيها غير الا باللمس، حاسة الايه؟ اللمس. فتقول مثلا دي ناعمه، خشنه، خلاص، ملزقه مثلا، ستيكي، ستيكي يعني ملزقه، خلاص، سخنه، ماشي، خلاص، يبقى ده باللمس. احنا بنقول الصفات اللي هي باللمس بس، يعني انت مش هتشم الحاجه تعرف ان هي ناعمه، انت لازم تلمس الحاجه تعرف ان هي ايه، ناعم. انما هوت ممكن يا اتست مستر عليها مثلا، خلاص، ممكن اشوفها بتغلي، خلاص، يعني احنا بس ايه، بنركز على الصفه نفسها، اللي هي الاساسيه قوي. حلو. فانا عايز اقول ان الحاجه، صلاح، صحصح معايا، صلصح معايا. فقال لي كده، الحاجة لو بتشوفها بعينك، اي ايز يعني، تمام، عايز تقول الحاجة دي تبدو، تبدو يعني انت لما شفتها، لما انت شفتها عايز تقول رأيك فيها لما شفت. فتقول لي كده، الحاجة دي لو مفرد هتقول ات، الحاجة دي لو جمع هتقول ايه؟ دي. فلو هي، لا مش دي، they. فلو كده هتقول it looks. طب they look، واحد يقول لي يا مستر يعني look دي كانت يعني ينظر يا مستر. لا، احنا كانت look at، look at اللي هو ينظر ايه الى، انما لما اقول لك it looks، it looks، it looks يعني تبدو، وتيجي جاي ايه، قايل ادجكتيف. يعني ايه ادجكتيف؟ صفه. يبقى انت كده ابديت رايك من خلال اللي شفته بعينك. مش ياسر؟ يعني يا ياسر انت قدامك تفاح، تخيل قدامك تفاح وعايز تقول لذيذه، تقول لذيذه، هتقولها ازاي؟ اسر ات، لا قلنا ايه بقى، انا عايز اقول رايي فيها عن طريق الافعال اللي احنا قلنا دي. ات ايه؟ تبدو. ات لوكس، كنتش مركز، خد واحده. ات لوكس ديليشس، ات لوكس ديليشس،
It looks delicious. It looks delicious. طب وانتوا قاعدين دقتوا التفاح فقلتوا يبدو كله لذيذ، يبقى they look delicious. أو the apples. The apples. التفاح. Look delicious. The apples. التفاح. Look delicious. حلو. ربنا خلق لنا نوز. يعني أنا مش عارف مثلا. طب اصبر طيب. شاطر يا ابني شاطر. شاطر يا حبيبي يا ابني اهدى بقى. سميل. عشان تشم. أنا هشممك شرابين دلوقتي. ها؟ تشو؟ Here is a tissue. لا هو يقول تشو حلو لما نستخدم في الأوضة English. حلو حبيبي. Don't drop it on the ground. مستر هو مستر هو كونكت ولا كونكت بلس؟ ده انجلش. It's English. تمام؟ تعال نشوفوا بقى النوز. قلنا سميل. جيت كده على شوية أكل الله تيجي شامم كده. فساعتها تقول لو الحاجة مفرد هتقول برضو ها؟ It smells. It smells. طب لو جمع هتقول زي ايه؟ smell. They smell. يبقى لو معاك ورده وبتشمها كده الله. It smells nice. It smells nice. طب كانوا شويه ورد. They smell. They smell nice. They smell nice. في مشكله كده؟ ماشي. طب ربنا خلق لنا both tongue. tongue لسان. tongue قال لك taste. 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 فلو انت دقت حاجه وعايز تقول رايك فيها هي مفرد it tastes. it tastes. it tastes. طب لو جمع هتقول they taste. they taste. they taste. they taste. they taste. they taste. يعني مذاقهم. taste يعني ايه؟ مذاقهم. لو حاجة مفرد it tastes. it tastes. it لوحده قول it tastes. سامعين يا شباب؟ قول كده it tastes. سامعينه؟ سامعين صوته؟ يا ابني اصبر يا ابني اصبر بسأل اونلاين. انت اونلاين؟ ها again it tastes. سامعين نطقه حلو ازاي؟ it tastes. الناس في الاونلاين سامعه كده؟ ايوه تمام. طيب بعد كده ملمس حاجه هو حاسه اللمس دي عن طريق ايه؟ الايد. ماشي ممكن التنس بس عامه عضو الاحساس اللي هو الايه؟ الجلد. صح بس انا هنقول ايه؟ ماشي ربنا خلق لنا hands او fingers. hands علشان نعمل ايه؟ feel. ها feel. فانت لو لقيت حاجه عايز تقول ملمسها say it feels. it feels. it feels. it feels. يعني ده للمفرد. طب لو الجمع they feel. they feel. يبقى انا عندي لغايه دلوقتي look smell taste feel. look smell taste feel. look smell
look, smell, taste. Look, smell, taste. خلاص فاضل حاسه، حاسه واحده اللي هي حاسه السمع اللي هي with ears. ears الاذن، sound. مستر دي ساوند يعني صوت. لا 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 لا، احنا ممكن نقولها verb لو انت سمعت حاجه حلوه. say قول بقى it sounds. it sounds لما تلاقي ان دي اس طير الدي. طير مين؟ الدي. قول it sounds. it sounds. it sounds. it sounds. لا ما بتقوليش، ما بتقوليش ليه؟ it ايه؟ استنوا بقى تقوليش ليه؟ it ايه؟ ها؟ sounds. it sounds. it ايه؟ يا جماعة هي it sounds. 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 مدرسة ايه؟ مدرسة ايه؟ ears sound. sound. طب لو حاجة جمع هتقول زي ساوند. زي لا مش ساوند، ساوند هنشيل اس بقى، يبقى الحاجه اللي لوحدها هنقول اس، الفيرب معاه اس، حاجات جمع يبقى بنشيل الايه؟ الاس. يبقى تاني افعال الحس عندنا، افعال ابداء الراي عن طريق الحواس بتاعتنا. لوك سمل تيست فيل ساوند. اجين look, smell, taste, feel, sound. Again. هلا enough. Thank you. فهمنا ديت كده؟ أي. ماشي. مفهومة شباب كده؟ مستر حضرتك يا مستر بتسجل؟ أيوة طبعا. فهو قال هنا It looks delicious. Which food? Which food? اللي خافت. Which food? Which food? Which food? Which food؟ هي مش ماما طبخه وحاطه الاكل صح؟ يعني الاكل قدامنا يبقى هنختار منه. فقالت ايه؟ او الولد قال ايه؟ Which food؟ طالما الاكل قدامنا وبنختار منه حاجه يبقى which ايه؟ Which food؟ Which ايه؟ Which food؟ يبقى ايه؟ Which food؟ يبقى كلمه which ديت لما تحب تختار، لما تحب ايه تختار، لما نحب ايه ويتش، لما نحب نختار ويتش، لما نحب. ماشي. يبقى انا عايز اقول اي اكل ويتش فود، اي شرب ويتش، اي كتاب ويتش بوك، اي مستر ويتش تيتشر، تمام، اي حيوان ويتش انيمال، تمام، اي ديسك او اي كرسي، ها ويتش تشير، ويتش تشير، ويتش تشير، ويتش تشير. مين يعرف يقولها بسرعه؟ ويتش تشير، ويتش تشير، ويتش تشير، ويتش تشير، ويتش تشير. انا يا مستر قولها. تمام enough 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 خلاص. ويتش تشير، ويتش تشير، تمام. ويتش فود كومز فروم. ايوه يا سيف. يس سيف. سيف مفيش حاجة. مش حاجة. أمال رافع إيدك ليه؟ شممنا ريحة عرقك مثلا. Which food comes from our country? Country. Repeat after me. Country. مرة واحدة. لا 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 لا. Country. Country. Do you think? I think. I think. I think. I think. I think. I think.
يعني ايه اي ثينك، انا اعتقد. لما تعوز تبين انك بقى فاهم واعتقد، لما تعوز تدي راي كده فتيجي جاي قايل ايه، والله والله اي ثينك اي ام دونكي. عايز تبين نفسك بقى ان انت ايه فاهم. بس على الويتنج تاني يا شباب، فانت عايز تقول اي حاجة، اي حاجة، بس عن طريق ان انت بتقول رأي، ان انت بتقول ايه رأي، فتيجي جاي قايل I think I think I جاي هنا I think I، وتيجي جاي قايل اللي انت عايزه. يعني عايز تقول في رأيي ان الاكل جميل لذيذ. هي مش الاكل لذيذ، يعني the food is delicious. the food is ايه كده، كم مرة؟ مرتين. ثواني ثانية يا جميل، يبقى الاكل لذيذ the food is delicious. the food is delicious. عايز تقول في رأيي، قول I think the food is delicious. بقى نفس اللي انت عايز تقوله حط قبله I think. ها؟ رأيي. يبقى عشان تقول رأيك نقوله ايه؟ I think. ايوه يا جميل. What's your name؟ ساندي. Yeah, okay. So wait till it cools down. يبقى طالما الأكل سخن wait till حتى it cools down، يبرد. ماشي. I think we grow rice in Egypt. I think. والولد مش عارف، لسه صغنن يعني، فبيقول يعني تهيألي يا ماما بنزرع الرز في مصر يعني. شاطر يا ولد. I think we grow، يعني grow، لا مش ينمو، يزرع هنا بقى، انما النبات ينمو grow. لو النبات يبقى ينمو، الفلاح يزرع، تمام؟ يبقى we grow rice. يعني ايه rice؟ رز. rice يعني ايه؟ رز. سكر يعني ايه؟ sugar. water يعني ايه؟ ميه. طب اسمع بقى المعلومة دي، اسمع المعلومة دي. water مطر. مطر يعني ايه بالعربي؟ مطر. كانوا زمان يقولوا على المياه مصدرهم من الميه ايه في الصحراء؟ اه مطر، صح؟ مطر يعني ريه. ايوه. لا استنى بس، كلمه water مطر، قارن بين الكلمتين كده، قريبين لبعض، صح؟ يبقى كلمه water اصلها ايه عربي؟ ادي اول كلمه. sugar سكر، صح؟ يبقى sugar اصلها ايه عربي. ماشي. طيب ثواني بس حبيبي، ثواني. رايس ارز. ها جايبين من بعض، تمام. طب خد دي كمان بقى، مش هتصدق. كهف. كيف. كهف. كيف. اللغة الإنجليزية بقى لها مثلا 800 سنة ولا 900 سنة، اللغة العربية من ياما. يبقى مين واخد من مين؟ الإنجليش واخد من الإيه؟ من العربي كده. طب دي بقى مش هتصدقها، قول واو الأول. واو. بنانا. بنانا يعني إيه؟ لا، أصابع موز. بنانة، كلمة بنانة يعني إيه أصلا في اللغة العربية؟ بنان. شكلنا بنانة، بنانة يعني أصابعي، بنانة يعني إيه أصابع. فإحنا كان العرب بيتاجروا، بيعملوا تجارة، بيعملوا إيه تجارة، فكانوا بيسموا البنانة الموز. يعني إيه بنانة الموزي؟ أصابع الإيه الموزي، أصابع الموزي في اللغة العربية.
اللغه العربيه الفصحى، اصابع الايه؟ الموزي. فهم بقى بره بقوا يقولوا على الموزي، خدوا منها اول كلمه اللي هي ايه؟ بنانا. اول ما يشوفوه يقولوا ايه؟ هل هم هيقولوا بنانا الموزي؟ هيقولوا الكلمه السهله بالنسبه لهم الاولى بنانا، تمام؟ فبقت كلمه بنانا تطلق على فاكهه الايه؟ الموز، تمام؟ طيب I think we grow rice in Egypt. Yes, that's right. What else? What else? ماذا يعني ايه else؟ أيضا. else يعني ايه؟ أيضا. else يعني ايه؟ else يعني ايه؟ else يعني ايه؟ أيضا. else يعني ايه؟ أيضا. حلو، احنا قلنا what else يعني ماذا أيضا. طيب who يعني ايه who؟ من. طب أنا عايز أقول من أيضا. who else؟ طيب where يعني ايه؟ أين أيضا؟ where else؟ يعني مش فاهم يعني ايه يا مستر أين أيضا دي؟ ايه اين ايضا يعني؟ يعني مين اللي عامل صوت بره؟ يعني ايه اين ايضا؟ يعني مثلا بابا خدك فسحك خلاص؟ فروحت لصاحبك تحكي له، ده انا رحت انا وبابا وي ونت تو كذا مثلا، فيجي صاحبك قايل لك وفين كمان؟ وفين كمان؟ where هيسألك يقول لك ايه بقى؟ where else where else where else where else where else where else. طيب مين كمان؟ who else who else who else who else يعني ايه who else؟ من أيضا. طيب ماذا أيضا؟ what else what else يعني إيه what else يا عبد الرحمن صبري؟ عبد الرحمن عبد الرحمن صبري يعني إيه ماذا أيضا؟ سيف راضي فين كمان؟ أيضا سيف ميتو راضي يعني ايه؟ اسمه ايه؟ ماذا ايضا يعني ايه؟ ميتو ها؟ what else what else. طيب بيري من ايضا يعني ايه بيري؟ what else من مش ماذا؟ من ايضا Who else؟ Who else؟ يبقى ركز كده، يبقى هي أداة استفهام، حط بعدها كلمة else بقت أيضاً. هي بس معاها إيه؟ أيضاً، بس معاها إيه؟ بس معاها إيه؟ أيضاً. خلاص كده؟ ماشي؟ واضح؟ ماشي. I think we raise. Repeat after me. Raise. 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 Raise chickens, chickens, raise chickens, raise chickens, raise chickens, raise chickens. يا ربي فراخ، يا ربي فراخ. Raise chickens, raise chickens. In Egypt يبقى عايز اقول في مصر اجيب حرف الجر ايه؟ in ومعاها Egypt. طيب في دمنهور ان دمنهور يس ان دمنهور يس ان دمنهور and tomatoes and onions tomatoes. ما انت القلم وقع لان انت ماسكه واحنا احنا مش بنكتب اصلا. tomatoes يعني ايه tomatoes؟ طماطم.
onions. Onions. سمعت الأو؟ onions. عنده مغص. onions. 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 onions يعني ايه؟ طماطم. بصل قصدي. تمام؟ tomatoes اللي هي الايه؟ tomatoes اللي هي الطماطم. طب عصير الطماطم. tomato هو عصير اللي هي الصلصة يعني قصدي. هي بتبقى الصلصة. tomato paste. عارفين معجون السنان؟ مش اسمه tooth paste؟ أي حاجة عجينة كده بنستخدمها تبقى اسمها إيه؟ paste. كلمة paste. تمام؟ صلصة، توست، حاجة من دي زي صلصات والكلام ده. Many things you see on this table. On this table. On this table. Let's eat. Let's eat. طب let's go. يعني ايه let's؟ يلا بينا. Let's يعني ايه؟ يلا بينا. Let's go. Let's eat. Let's run. Let's run. يبقى يا فهد يلا ناكل يعني ايه يا فهد؟ Yes mister. Let's eat. Let's eat. حمزة يلا نجري يبقى ها؟ Let's run. Let's run. Let's run. Let's run. تمام. في مشكلة كده؟ حاجة صعبة النهاردة؟ طبعا يوم يوم ديت اللي هو ايه؟ لذيذ يعني بتعبر عن ان الاكل ايه؟ لذيذ. في مشكلة كده شباب؟ طيب هتحل بيج هننزل بي دي اف يا حبيبي. مستر ايه هي كلمات الحفظ؟ هنكتب على الجروب يا فهد. الهوم ورك ايه تاني يا مستر؟ بيج 6. بيج 7؟ ده بيج 6 بس. الحفظ عندي بيج 4. بيج 4 حفظ. حفظ بيج 1. سوري الحفظ بيج 1 ماشي. وبيج 6 كمان هوم ورك. وهنكتب اربع جمل. خلي ماما تشوف جروب الواتس النهارده. خلي ماما تشوف جروب الواتس النهارده بالليل. نعم سمعتوا الكلام. انا مش هقول الواجب. خلي ماما تشوف الجروب. ما حدش يجي يقول ماما ما شافتش الجروب. نعم انا ما اعرفش. خلي ماما تشوف الجروب. كلام واضح. حاجة مش مفهومة النهاردة؟ مستر ممكن بس تصور بتاع عشان المدرسة ما تصورش. طيب أكيد هنبعت طبعًا الهوم ورك. حاضر. ما أنا عشان كده بنقوله خلي ماما تشوف الجروب النهاردة. ماشي؟ تمام مستر. اتفضلوا يا شباب.